لما نحكي عن ألعاب الفيديو ما بيكفي نحكي عن الساعات اللي عم بيقضيها اللاعب قدام هالشاشات وهو عم يلعب. في نقطة كتير مهمة وكتير من الأشخاص ما بيلتفتوا لها، اللي هي شو المضمون اللي عم يتلقاه هيدا اللاعب من خلال هاللعبة، شو هالمحتوى. إذا منلاحظ الجيمر لما يكون بمرحلة الحماس أنت قادر توصل له أي رسالة، بيتلقى أي رسالة بطريقة غير مباشرة. في كتير من الجرائم اللي شفناها بالعالم كانوا منفذين جيمرز، أشخاص ترجموا هيدا الألعاب على أرض الواقع، وهول الأشخاص أصبحوا لو وصلوا لهي المرحلة مدمنين على هيدا الألعاب. أكيد ما عم نقول أنه كل شخص بمارس هيدا الألعاب هو قاتل أو مشروع قاتل، بس منا ننتبه أنه في رسائل كتير عم يتلقاها هيدا اللعب من خلال جلوسه لساعات أمام هول الألعاب، أمام هول الفيديوهات، بدها تترجم على أرض الواقع. ممكن الشخص يوصل ويصير قاتل. لما نسمع هول الأشخاص حملوا سلاح ونزلوا على الشارع لأنه تعودوا، ما في قوانين، الألعاب ما فيها قوانين، ما فيها قيود، ألعاب فيها حرية، كل شيء متاح، كل الأمور اللي بده يعملها بيقدر يعملها. بس المشكلة لما تعود على هيدا النمط من الحرية بصير بده يترجمه على أرض الواقع.